المركز الانتخابي بات أفضل في الحقيقة إذا ما قارناه بساعات الصباح. الحركة الآن تبدو على شكل ذهاب وإياب، يصل الناخبون إلى هنا ويدخلون إلى غرف الاقتراع ويدلون بأصوات في الصناديق بعملية تبدو سهلة ويسيرة وسريعة، لا سيما أنها فقط اقتراع للانتخابات الرئاسية وليست الانتخابات الرئاسية والتشريعية. في ساعات الصباح كان الحضور في هذا المركز الذي يقع في أكبر بلديات أنقرة، بلدية تشانكايا، من ضعيف إلى متوسط، لكنه يبدو أفضل. مع ذلك يتحدث الناخبون الذين يتواجدون هنا عن تفاجؤهم ومقارنتهم بالدورة أو الجولة السابقة والتي كانوا يرون فيها أو يصطفون فيها في طوابير. لكن علينا هنا ألا ننسى عامل أنها انتخابات رئاسية فقط وليست انتخابات رئاسية وتشريعية كما جرى في الجولة الأولى. زين العابدين، أيضا نحن هنا أمام أصوات 60 ل60 مليون ناخب في الداخل التركي، 4 مليون ناخب في الخارج، أدلى منهم تقريبا 2 مليون، نسبة 55% هي نسبة المشاركة في الخارج. هذه الأصوات ستوضع على طاولة الفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع بعد أقل من ساعتين من الآن، والهيئة العليا للانتخابات ترجح وتتوقع أن يتم رفع الحظر عن الإعلان عن النتائج بشكل رسمي بوقت مبكر مقارنة بالجولة الأولى، بمعنى أنه قد يكون قبل الساعة 9، وهنا أتحدث عن رفع الحظر الخاص بالهيئة العليا للانتخابات والتي تتحدث وتعلن تباعا عن النتائج في الولايات التركية المختلفة. في أنقرة تحديدا هنالك في الحقيقة دعوات للمشاركة منذ الصباح، سواء من قبل الساسة والمسؤولين أو حتى من قبل المواطنين على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل المختلفة. لماذا؟ لأن هنالك خشية في الحقيقة من مقاطعة البعض لهذه الانتخابات، تحديدا الصف الموالي لمرشح تحالف الشعب المعارض. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتعلق بخيبات ربما صح وصف الأمر من السياسة التي انتهجها خلال الفترة الفاصلة بين الجولتين الانتخابيتين، لربما يتعلق بسبب تحالفاته ولربما بسبب ترجيحهم لتقدم منافسه عن تحالف الجمهور أردوغان. بكل الأحوال نحن ننتظر الساعات القليلة القادمة لإغلاق صناديق الاقتراع، ومن بعدها سنتجه لمعرفة النتائج في كل ولاية وفي كل مدينة على حدة، وأيضا نسبة المشاركة وهي التي تشكل في الحقيقة أمرا حاسما للغاية، لا سيما أن كل الساسة منذ الصباح على رأسهم الرئيس ومرشح تحالف الجمهور أردوغان ومنافسه يدعون لمشاركة حقيقية وكثيفة، رغم أن مرشح المعارضة كمال كليتشدارأوغلو بدأ يتحدث عن وجود حملات ما يصفها بالتشويه، يتحدث عن انتخابات صعبة خاضها هذه المرة، ولعل هذا يؤشر بشكل أو بآخر لمبررات تتعلق بالنتائج القادمة. لكن علينا بكل الأحوال أن ننتظر ما سيصدر عن وسائل الإعلام الرسمية وتحديدا أيضا الهيئة العليا للانتخابات. زي ابقى معنا فرح الزمان شوقي.